وده الغرض. خلينا نروح بقى نشوف يعني الملف الداخلي عامل ازاي سياسيا. معانا الاستاذ انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنميه وايضا المرشح الرئاسي المحتمل يعني بين قوسين. برحب بيك يا استاذ محمد انور السادات معايا، وسؤالي لحضرتك عن تقديرك. اهلا بيك. تقديرك للسياسه في 2017 كيف كانت؟ كيف كانت الاجواء السياسيه في 2017؟ لا بص، الاجواء السياسيه اجواء صعبه جدا طبعا، وببساطه انا شايف انها يعني ممكن او مرشحه انها تستمر على هذا النهج، واذا الدوله ومقول الدوله بسلطاتها جميعا لم تفهم او لم تستوعب انه لا حل إذا كنا بندور على إصلاح حقيقي يعني يلمسه المواطن، لا حل إلا بإن إحنا المناخ الديمقراطي اللي الدستور اتكلم عليه واللي الجميع بيتحدث عليه لابد إن هو ده يبقى السائد وهو اللي موجود، وده اللي الدستور بيقول عليه، وده اللي المصريين بعد الثورتين يناير ويونيو كانوا عندهم امال وطموحات كبيره ان هم يلمسوه ويعيشوه. انما للاسف يعني كتير من مواد الدستور وروح الدستور لا تطبق ايا كانت الاعذار، ان احنا في ارهاب وان احنا في تحديات ومؤامرات، كل ده ملوش علاقه بان الشعب يشعر انه شريك حقيقي وانه طرف وان كلمته لها معنى عن طريق تواجده مشاركته. للاسف ما يحدث الان انه الشعب ما بيحكمش، بمعنى يعني حكمه من خلال مؤسسات يعني منتخبه واوضاع قائمه، يعني القرارات كلها تاتي من اعلى وعلى الجميع ان ينفذ. وده طيب الظروف اللي حضرتك يعني بتشير اليها دي هي اللي خلقه يعني مع التأييد الكبير للرئيس وللدوله الان، لكن هناك شريحه كبيره لا يجب الاستهانه بها غير راضيه وفي حاله غضب، مش بس غضب عشان الاسعار غليت وعشان الدخول ما هياش قد كده، ولا عشان بيشوفوا مظاهر بذخ وطرف كبيرة في الوقت اللي احنا بنقول ان احنا محدودين وان احنا فقراء. لا، بيشوفوا حاجات يعني طبيعي لازم الناس تصور وتتساءل. طيب بسبب الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كله استاذ محمد، اعلام بسبب الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كله الا لفئة معينة، برلمان زي ما احنا شايفين ممارساته ما فيش مساحة لحد ان هو يقدر يمارس دوره كبرلماني يعني. فالمشهد ده لازم يتغير، ولازم نفهم انه يعني قوة البلد وفرصة مصر انها تقف وترجع لها مكانتها وترجع لها هتبقى باتحاد ولادها. ولما اقول اتحاد ولادها يعني معناها ان لازم يبقى في مساحة للجميع، قوى ليبرالية، قوى اسلامية، قوى مسيحية، لابد ان هؤلاء مدام بيتفقوا على قاعدة واحدة لا عنف، احترام دستور، سيادة القانون، يبقى لازم يبقى في مساحة للجميع انه يشارك وان يبقى ليه دور في بناء بلده يعني. ده وجهة نظري. طيب الكلام ده بياخدنا بقى للانتخابات الرئاسية الجاية يا أستاذ محمد، لأنه بعض الناس شايفة أنه في مجال أو في سياق هذا الانغلاق السياسي بتأتي الانتخابات الرئاسية كحل، حتى لو لم يكن للمنافسة بشكل جاد على السلطة، فعلى الأقل أنه يتم خلق منافذ كده داخل هذا الجدار المصمت، أن الناس تبدأ تشتغل سياسة وتبدأ تعمل تشتغل في حملات ونرجع نعيد الحياة إلى الحياة السياسية المتعطلة. لا انا ما اعتقدش يعني ان الانتخابات القادمه دي هتغير من المشهد كتير يعني. لا يعني كل الظواهر بتقول ان احنا يعني انتخابات بطعم الاستفتاء او المبايعه. ده يعني وانا لسه ما زلت الى الان لم اعلن موقفي النهائي، بس الاجواء كلها
مش مشجعة. يعني تشير إلى أنه لا، مش هنشهد الحراك اللي البعض يتوقعه. وأنا شايف أنه ما فيش حتى حماس للناس إلى أنها تنزل وتشارك، لأنه مش شايفين أن فيه أي نوع من المنافسة، ما فيش أي نوع من الفرص أن ناس تقدر يعني يبقى في نوع من الديبيت، نوع من المناظرات، أو نوع من الاستفسارات عما تم في السنوات الماضية. مفيش فرصة. وده اللي احنا بيخلينا كلنا مترددين في ان احنا ناخد قرار نهائي، مش خوف، لانه لو بنخاف ما كانش يبقى ده حلنا. المسألة مش خوف، انما المسألة برضو بتخضع الى تقدير. انت نازل عايز تبقى مجرد تمثيل يعني مشرف، ولا نازل عايز تنافس بجد، عندك رؤية وعندك حلم، ولا نازل عايز تكون جزء من ديكور؟ يعني انا مش شايف انه الانتخابات الرئاسية القادمة يعني هتغير في المشهد، لا اعتقد هذا. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد انور السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنمية.